بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء ونبدأ من إصحاح 10. إحنا وصلنا في 10 لغاية 6. إنما أفكركم برضو بالجزء اللي كنا فيه الفترة دي. من إصحاح 9 جت لنا نبوة صريحة عن ميلاد ربنا يسوع. إصحاح 7 كان فيه نبوة دقيقة جدا، هل عذراء تحبل وتلد؟ وفي إصحاح 9 جت نبوة كمان دقيقة جدا، يولد لنا ولد ونعطى ابن وتكون الرياسة على كتفيه ويدعى اسمه، وهكذا. بعد كده رجعنا تاني لواقع أشعياء والواقع الحياة في زمنه، قد إيه اليهود ماشيين ورا الوثنيين وهم خايفين من أشور، يحتموا بيها شوية ويقلبوا عليها شوية ويجروا ورا مصر يحتموا في مصر، إنما مش راضين يلجأوا لربنا. وقلنا الجزء اللي اتكرر في آخر إصحاح 9 زي كده مرد لترتيلة حزينة، بيقول مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. يعني يأدب عشان الناس تتوب، ما بتتوبش، فيده ممدودة بالغفران بالمعونة للي يمد إيده، بس اللي مش عاوز يمد إيده ويمشي كويس يبقى إيه، لم يرتد غضبه، لأنه لا يرتد غضب الله إلا بتوبة صادقة وموقف توبة حقيقي. وبعدين في صحاح 10 كمل نفس الكلام وقال يا ويلهم اللي بيقضوا قضاء بدون الرجوع للشريعة ويرتشوا، هيعملوا إيه يوم ما يقفوا قدام ربنا يسألهم عن عدم أمانتهم ويحاسبهم على كل خطايا. كل اللي فات ده كان تأديب أو وعيد لشعب الله نفسه لأنه ماشي غلط. فناس بقت تفكر يعني يا رب أنت بقيت مع الأشوريين مع الوثنيين، بقيت معاهم علينا، فلألا يفهم خطأ أن ربنا يتعاطف مع الوثنيين ضد اليهود اللي سابوه، قال لهم ويل لأشور، كمان أشور يويلها. إذن أشور اللي هي هتأدب إسرائيل هي نفسها ليها الويل برضو. وسماها قضيب غضبي، يعني دي الأداة اللي أنا بأدب بها شعبي، لكن الأداة دي أنا هكسرها بعد كده، لأن هم افتروا وهم افتكروا نفسهم يعني هم اللي صح. والعصا في يدهم هي سخطي، على أمة منافقة أرسله وعلى شعب سخطي أوصيه، ليغتنم غنيبة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كالطين الأزق. يعني بيقول ربنا أنا سمحت للأشوريين يدوسوا عليهم زي طين الحواري كده، طين الأزق، وسمحت لهم ينهبوا ويغتنموا، إنما يولهم لأنهم كمان افتروا. كون ربنا يسمح بتأديب لشعبه ده مش معناه انه موافق الشر. ربنا لا يفعل الشر بيده، وليس إله فيه شر، انما بسبب حرية الناس والناس كلها ماشية في الغلط بيسمح. يسمح يعني يرجع ايده كده، ياكلوا في بعض، الشر ياكل بعضه. فالأشوريين داسوا على اليهود لغاية ما فضلت بقية وتابت ورجعت، ساعتها ربنا أدب الأشوريين. عاوز أقف عند كلمة على أمة منافقة، عند كلمة أمة منافقة. ليه؟ أمة منافقة يقصد شعبه، لأنه زي ما قال في حتة تاني هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيد. الواحد بيخاف نبقى احنا كمان في الزمن ده ربنا يبص علينا ويقول أمة منافقة. إمتى شعب الله يبقى أمة منافقة؟ لما نكون حريصين على العبادة في الأصوام، مدققين جدا، تلاقي الناس في الأربع والجمعة مدققة كويس، يا ريت كل الناس، وتلاقي الصيامات كلها من أول يوم لآخر يوم، وتلاقي في ناس بالانقطاعي لغاية الغروب، وتلاقي في ناس واخدة بالها من السواعي الأجبية المزامير بمزاميرها وساعتها، وبعدين تلاقيه بيعادي أخوه، بيخاصم أخوه، تلاقيه مش أمين في شغله، تلاقيه ممكن يكذب ويداري على حاجة، تلاقيه سلوكه مش مستقيم، تلاقيه ما عندوش حب للناس ولا حب للخير.
يبقى على طول اسمه ايه؟ أمة منافقة. منافقة ليه؟ لأن ربنا عاوز القلب قبل أي حاجة، أريد رحمة لا ذبيحة. ربنا عاوز الصدق قبل الشكل، عاوز جوه قبل بره. لما مرة سألوا المسيح ليه تلاميذك مش بيصوموا، الموقف ده كشف لنا أن ربنا يسوع ما كانش مستعجل أن تلاميذه يصوموا، لأنه كان الصيام في زمانهم صيام شكلي. الفريسيين مدققين جدا في أصوامهم، اليهود عموما شداد في أصوامهم، عندهم زي 4 شهور صيام في السنة. بس ربنا ما كانش بيدق مع تلاميذه خالص في الأول. وبعدين لما ألحوا عليه إزاي تسيب تلاميذك وانت معلم ما يصوموش، قال لهم هم هينفعوا يصوموا وهو معهم العريس، استنوا لما العريس يرفع. معناها إيه ببساطة؟ لما يشوفوني على الصليب هيصوموا، ما حدش هيقول لهم صوموا. ساعة ما الكنيسة تقول لهم يلا صيام هيبقوا كلهم عن حب بيصوموا، مش هيعملوها لأنه فرض، مش هيعملوها لأنها لازم، لا، ده الحكاية بقت حب. فبنوا العروس، بنوا العرس بيحبوا عريسهم فبيشاركوا ألامهم. ولما يشوفوا المسيح صعد للسماء يرفع العريس يصومون. ليه؟ لأن كلنا بنحب نصعد للسماء. فالصيام يتحول إلى شركة مع صليب المسيح زي الصيام الكبير، أو اشتياق إلى سماء العريس زي صوم الميلاد. فهنا ما تبقاش الحكاية بالحرف وبالفرد وبالعصاية، لا، لألا نتحول إلى أمة منافقة. هل ده معناه أن الكنيسة تبطل تحدد مواعيد ونظام؟ لا، هو العيب مش في النظام، العيب مش في المواعيد، العيب في الإنسان اللي يحاول يحافظ على الشكل وما يهتمش بالداخل، فيبقى إنسان منافق. لأن في كل جيل في ناس صادقين وفي ناس منافقين، حتى في العبادة، حتى جوه الكنيسة، حتى جوه الخدمة. في ناس صادقة بتحب ربنا وتحب الخير للناس وتيجي على نفسها، وفي ناس لا، تاخد الشكل بس وتحافظ على مكانها، وتبقى الموضوع برضو ايه، مناصب ومصالح ولخبطة. فبيقول ويل لأشور قضيب غضبي لأني أنا سبت يقوم على أمة منافق. ربنا بيكره النفاق والرياء، ربنا من الحاجات اللي يكرهها قوي عملية المنظر ده. تفتكروا كلكم حنانيا وسفيرة، مشكلتهم الأساسية أن هم منافقين، عاوزين يبانوا قدام مجتمع الكنيسة أن هم ناس أسخياء وجايبين تبرع كبير وقايلين أن هم باعوا الأرض، وهم في نفس الوقت مخبين جزء من الفلوس. طب ليه بتعملوا ده كله؟ بيعملوا ده كله عشان المنظر، المنظر قدام شعب الكنيسة هو ده المهم. نتيجة هذا النفاق ماتوا وهلكوا، لأنه ربنا عارف قلبهم الملتوي ده مش هيتوب. على أمة منافقة أرسله، أرسل قضيب غضبي، وعلى شعب سخطي أوصيه ليغتنموا غنيمة وينهبوا نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الأزق. أما هو فلا يفتكر هكذا. هو دي على أشور بقى، بتوع أشور صدقوا أنه أوثانهم تعينهم، صدقوا أن آلهتهم نصرتهم على إله إسرائيل. فهم مش بيقولوا ده ربنا بيأدب شعبه وبيستخدمنا في تأديب شعبه، لا، دول بيقولوا طبعا إلهنا هو اللي طلع صح على آلهة الوثنين بتاعته، وطلعوا بتوع إسرائيل دول أو يعقوب دول إلههم بطل. فيقول أما هو أشور فلا يفتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا، بل في قلبه أن يبيد ويقرض أمما ليست بقليلة. فإنه يقول، ده سنحريب بتاع أشور يعني، أليست رؤسائي جميعا ملوكا؟ أليست كلنو مثل كركميش؟ أليست حماة مثل أرفاد؟ أليست السامرة مثل دمشق؟ هو فعلا الأشوريين مشوا على البلاد دي، ودي بلاد كلها عواصم، بلاد كبيرة، اكتاحوها وحرقوها وبهدلوا الدنيا. فإيه هو تهيأ له بقى؟ إيه؟ إن هو ربنا، وتهيأ له إنه النجاح يحالفه على طول الخط، وربنا عمال سامع وبيتفرج شوي، بيقول هو خلاص صدق نفسه إنه يعني يقدر يحتكم في العالم وإن الدنيا دي ملهاش كبير. كما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوتة هي أكثر من التي لأورشليم وللسامرة. وده بالظبط اللي قاله ربشاقي. لما تيجوا، لما نوصل بقى، نعيشنا بعد شهور كده لقصة حزقية الملك وسنحاريب وربشاقي،
لما راح يهدد حزقيا الملك يقول له يعني انتوا الهكم هيفرق كتير عن آلهة الشعوب اللي قبلكم؟ فين آلهة حماه وآلهة أرفاده؟ ما كل دول كسرناهم وموتناهم، فانتوا الهكم زيهم زيكم، ومش فاهمين حتى طبيعة الهنا الحي اللي ملوش تمثال وملوش الشكل المادي بتاع الآلهة الأخرى. فهنا ده كلام ملك أشور اللي هو يظن في نفسه أنه يحتكم لنفسه. كما أصابت يدي ممالك الأوثان وأصنامها المنحوتة هي أكثر من التي لأورشليم وللسامر. يعني قياسا الشعوب بتاعت دمشق مثلا، أرام، سوريا دلوقتي، الشعوب دي كانت أقوى من شعب إسرائيل في الوقت ده، فكون الأشوريين هدموها خالص، ففي ظنهم أن آلهة أرام أقوى من آلهة أورشليم والسامر اللي هي ربنا يعني. أفليس كما صنعت بالسامرة وبأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها؟ خلي بالكوا السامرة وقعت كمان، السامرة اللي هي عاصمة مملكة الشمال، اللي لسه فاكر جغرافيا وتاريخ، قلنا اليهود اتقسموا مملكة شمالية انحرفت تماما عن الله فاعتبرت وثنية اللي عاصمتها السامرة، ومن هنا سر كراهية يهود زمن المسيح حتى للسامر. وعاصمة الجنوب أورشليم دي مملكة صغيرة، دي اللي لسه فيها صلاة وفيها تقوى وفيها الهيكل. فيكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم أني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعت عيني. الآية دي مهمة، أقول لكم ليه. في واحد يجي يسأل كده يقول إيه هو آخر تجربتي؟ إيه بقالي سنين ربنا بيأدبني، وأنا فاهم بيأدبني عشان أنا مشيت غلط أو عشان افتريت، وأنا قابل منه التأديب، بس آخرتها إمتى؟ آخرتها إمتى؟ لأن في تجارب بتطول، وحتى لما بيكون تأديب بيبقى مش معروف إمتى رب هترفع عصا التأديب. فهنا بصوا التعبير الدقيق اللي بيقوله الوحي، يكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون. سيد الرب هو اللي بيأدب، وهو عارف عمله يخلص إمتى، وعارف التأديب زمنه قد إيه. لما أدب اليهود في مصر أدبهم 400 سنة، لما أدبهم وقت مثلا سبي بابل أدبهم 70 سنة، لما أدب واحد زي نبوخذ نصر اداله 7 سنين كان زي المجنون كده وبعدين رجع لعقله، لما أدب يعقوب أبو الأسباط 27 سنة محروم من يوسف وبعدين شاف يوسف. حكمتك يا رب، محدش يقدر يقول متى ترفع عصا التأديب، لكن ربنا بيأدب عياله عشان ما يهلكوش. بس في واحد لا مؤاخذة يعني في التعبير يعني يتأدب بالساهل أو يتعلم الدرس بسرعة. يعني أيوب يقال في تأديبه خد له 7 سنين برضه، هي لم تذكر في سفر أيوب، بس بعض الآباء قالوا خدت كذا سنة تجربة أيوب، لولا ما ترفع المرض وابتدع الخير يرجع وكله يرجع. يا ترى أنت من أنهي نوع؟ لما ربنا بيأدبك، أولا تأديب الله لنا علامة حب، لأن أي ابن لا يؤدب أبوه خلاص يخليه يأدبنا تأديبا أدبني الرب وإيه وإلى الموت لم يسلمني، يعني أدبني بس بلاش جهنم، أدبني زي ما أنت عاوز بس بلاش جهنم. لكن في تأديب يخلص بسرعة، لما يكون الواحد متواضع ويكون الواحد شايف عيبه ويكون الواحد بسرعة بيلم نفسه ويعترف بخطأه ويتوب توبة جد ترفع عصا التأديب سريعا. لكن في واحد يفضل يكابر ويعند ومش راضي يعترف حتى قدام نفسه أنا سبب كل المشاكل، أنا سبب مشاكل عيالي، أنا سبب مشاكلي، أنا عشت اللي عشتها بعيد عن ربنا هي اللي وصلتني لكده، مش راضي يعترف بكده، وعمال يلقي اللوم، أصل ربنا ظالمني، أصل الناس مش عارف إيه، أصل ولادي دول. يا حبيبي وبعدين التأديب هيطول كده؟ ما تفهم، خليها تخلص. يكون متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون. ربنا له طريقة وبيكمل شغله مع عياله، له عمل في جبل صهيون، في كنيسته بيعرف يأدب ولاده. تأديب ده جزء من تربيته لأولاده، وكلنا ربنا بيأدبنا.
مثلا حتى في حياة الآباء الرسل كان بيأدبهم أحيانا، بس بيأدبهم بيعنفهم بيشد عليهم في الكلام، فكانوا برضو على قد ما بيحبوه قوي لكن بيخافوا منه برضو. ربنا كل أولاده تعرضوا لتأديب، والتأديب ده نعمة من ربنا. متى أكمل السيد كل عمله بجبل صهيون وبأورشليم إني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور. بصوا بقى شوفوا بعد ما التأديب يخلص ربنا هيعمل ايه في أشور نفسه اللي تهيأ له ان هو فوق ربنا وان هو اللي صح وان اولاد ربنا غلطانين وانه يعني ملك الدنيا بايده. لا لا، وعاقب قلب ملك أشور وفخر رفعت عينيه اللي طالع فيها ده ملك أشور وبيقول انا فوق ربنا، لانه قال بقدرة يدي صنعت وبحكمتي لأني فهيم ونقلت تخوم شعوب ونهبت زخائرهم وحططت الملوك كبطل. طبعا كبرياء الشر ده بيخلي الواحد يتهيأ له أنه ما فيش حاجة تقف وشه. فأصابت يدي ثروة الشعوب كعش، وكما يجمع بيض مهجور جمعت أنا كل الأرض. قال يعني من كبرياء بيقول أنا لميت البلاد كأني بلم بيض كده الصبح من شوية الفراخ اللي عندي. يعني كبرياء، حاسس انه الدنيا كلها في ايده ومحدش قادر يفرمله. ولم يكن مرفرف جناح ولا فاتح فم، يعني ايه ولا فرخه حتى تقدر تفتح بقها وتقول البيض ده بتاعي ولا حاجه، ولا مصفصف نوع من انواع الطير يعني. فهو بيدي تشبيه انه ملك اشور يظن في نفسه انه يملك العالم وبيلم البلاد كده كانه بيلم شويه بيض من فراخ ومحدش قادر يقف له خالص. فيقول له ايه بقى، شوفوا الوحي الجميل بيقول ايه، هل تفتخر الفأس على القاطع بها؟ يا بتاع أشور انت حتة فاس في ايد ربنا، هي الفاس تقول اللي ماسكها انا عملت وسويت، ده هو اللي بيشتغل بيك، انت مجرد فأس في يده. فهل تفتخر الفأس على القاطع بها؟ او يتكبر المنشار على مردده؟ تصوروا المنشار لو عنده لسان يقول ده انا عرفت بقى ايه اقطع الباب بالنص. ايه المنشار المجنون ده؟ منشار في ايد نجار، والنجار يستخدم المنشار وبعد كده المنشار يتركن خلص شغله. فهنا شبه ملك أشور بانه زي فاس وزي منشار في ايد ربنا بيأدب شعبه بيه، لكن هو يطلع ايه هو ولا حاجه. كأن القضيب يحرك رافعه، يعني هي الرافع هو اللي بيشيل القضيب ولا القضيب يشيل اللي رفعه. كأن العصا ترفع من ليس هو عودا، يعني طبيعي ان ربنا او الفاعل هو اللي بيحرك كل شيء مش المفعول به. لذلك يرسل السيد سيد الجنود على سمانه هزالا، يعني ليكوا يوم يا بتوع أشور، ليكوا يوم يا بتوع أشور. في زمانهم اللي افتروا وحكموا العالم وتصوروا ان كل حاجة في ايديهم ولا وما يملاش عينيهم حد، يرسل على سمانه هزالا، يعني كل مصادر كبرياؤه تبقى هزيلة جدا زي اللي خدته كده ايه شوطة المرض. ويوقد تحت مجده وقيدا، كأن المجد بتاعه الارض ده بيولعوا فيه شوية نار وعمالين يدفوا بقى شعب ربنا، كوقيد النار. ويصير نور إسرائيل نارا، تتعكس بقى الحكاية. يبقى شعب ربنا اللي تزل على يد ملك أشور يرفع رأسه وينور العالم، ويبقى بناره يحترق شعب أشور اللي افترى وتعاظم وداس عليه، فيحرق ويأكل حسكه وشوكه في يوم واحد. كل ده يقع في يوم واحد. عارفين تفكرني بإيه الحتة دي؟ لما جت الشيوعية على العالم من زيادة عن 100 سنة، الشيوعية دخلت اجتاحت العالم بطريقة يعني حاجة كانت صعبة جدا، ومئات الآلاف راحوا ضحايا، ودخلت على روسيا خدتها وعلى الصين خدتها، وأصبحت تحرك نص العالم وكأنها قوة لا يقف أمامها أحد. وفعلا الناس قالت دي لا يمكن تتغير، خلاص البلاد دي قفلت على كده. وبعدين من وإحنا عايشين من 20 سنة ولا حاجة فوجئنا بثورة كده، وفي ظرف سنة لقينا خريطة العالم بتتغير، لقونا كل الهيلمان بتاع الشيوعية والشعارات الضخمة والملايين اللي مشيت سنين مغيبة دي كلها مثلا في روسيا راجعة
للمسيحية وللكنائس وللأرثوذكسية بالألاف بالملايين. وكل القصة دي وقعة وكأنها في يوم واحد، مع أنها قعدت زيادة عن 70 سنة تتباهى بأنها خلاص قوة عظمى في العالم ومحدش يقدر يحركها ولا يهزها. ما زالت هناك قوة عظمى في العالم تفتخر بكبريائها وتتصور أنها تحرك سياسة العالم كله وتدوس على الشعوب براحتها، ولا تقول مسيحيين ولا غير مسيحيين. طبعا ربنا بيسيبهم شوية وبعدين فجأة بينهاروا انهيارات التاريخ بيسجلها ويبان مين دول اللي قعدوا يقولوا هنعمل وهنسوي، راحوا فين؟ راحوا الحل. ويفنى مجد وعره، ده بيتكلم عن أشور ساعتها، وبستانه النفس والجسد جميعا. يعني ايه؟ كل حاجة بتروح، كل ما هو نفساني أو جسداني كله بينتهي مع عقاب الله، فيكون كذوبان المريض. وبقية أشجار وعره تكون قليلة حتى يكتبها صبي. كانوا بيفتخروا بعدد الأشجار، بعدين يقول لك الشجر مش فاضل منه غير 3، الصبي الصغير ما يعرفش يكتب غير من 1 ل10، بيبقى حافظ كده. فهو تعبير مجازي انه عدد الشجر اللي هيفضل يكتبه عيل صغير، لانه ما يقدرش يكتب رقم كبير مثلا بالمية ولا بالالف، هو يعرف يكتب لغاية 10. اشارة قد كده الفقر والخراب اللي جاي على الاشوريين. تلاحظوا برضو هنا في فرق في النغمة شوية بين تأديب الله لشعبه وبين عقاب الله للشعوب التي دائما ضده. يعني ربنا لما يجي على أولاده بيجي عشان يفوقه ويتعدله ويتوبه، ولو ما تبوش يبقوا زي الوثنيين. لكن التانيين اللي مصرين على عندهم ومش شايفين خالص ربنا وما فيش أدنى احتمال ان هم يرجعوا لربنا، بيبقى عقاب شديد وهلاك أبدي. ويكون في ذلك اليوم، احنا تعودنا على ايه؟ أشعية يقول كلام يخوف وكلام في انتقام وكلام في شدة، وبعدين لازم ايه؟ يدينا أمل ويدينا رجاء ويدينا نور كده وسط الظلمة، ويقول لنا لا بس ما تخافوش، ربنا حنين برضه على قد ما هو عادل وبيكره الشر، إنما برضه حنين، واللي يرجع له ياخد كل طيبته ورحمته. ويكون في ذلك اليوم أن بقية إسرائيل، أول ما تسمعوا كلمة بقية وهي تيجي عشرات المرات في أشعية تعرفوا أنه ابتدى يتكلم علينا احنا. طب احنا ايه علاقتنا؟ احنا من بقينا مؤمنين بالمسيح الحقيقي الذي اتى لليهود ولم يقبلوا، الى خاصته جاء وايه؟ خاصته لم تقبلوا. اما الذين قبلوه احنا بقى البقية، احنا الرمق، احنا الحت كمالة الشعب القديم، احنا شعب الله الجديد، امتداد شعب الله. اما شعب الله القديم لم يعد شعب الله، لانه ايه؟ أقول لستم شعبي خلاص، قال كده لليهود. بقية إسرائيل والناجين من بيت يعقوب، إحنا الناجين من بيت يعقوب، لا يعودون يتوكلون أيضا على ضاربهم، بل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. ما هو الحاجة اللي كانت تغيظ إنه اتكلوا على الأشوريين يخلصوهم من الآراميين والسامريين، فالأشوريين هم اللي داسوا عليهم وعذبوهم، فكانوا بيتكلوا على ضاربهم زي واحد يتكل على الفلوس والفلوس هي اللي تجيب راسه الأرض، أو يتكل على شوية ناس والناس دول يضيعوه خالص، والاتكال على البشر ده ملعون. فهنا يقول يبطلوا بقى يتكلوا على ضاربهم، بيتكلوا على اللي بيأذيهم، ليرجعوا يفوقوا بقى ويتكلوا على الرب قدوس إسرائيل بالحق. يبقى لما الواحد يرجع يقول له اتكالي عليك، أدبني يا رب، اعمل في اللي انت عاوزه، بس انا ماليش غيرك ومتكل عليك، وانت اللي تحل مشاكلي وانت اللي تصلح اللي انا خربته، وانا استاهل اللي انت عملته فيا واكتر، بس ما سيبني شهلك. فيتكل على الرب قدوس إسرائيل، هنا يبقى فاق، هنا بقى البقية، هنا يرجع الإيمان، هنا تسمعوا الأخبار الحلوة على طول. طالما رجع الاتكال على ربنا خلاص كل حاجة تتصلح. ما زلنا إلى هذا الزمن ساعات تحصل لنا مشاكل ومخنا يروح في الحلول الأرضية، أشوف مين يحل لي، وأشوف فلوس تحل، وأشوف ذكاء يحل، وأشوف مؤامرات ودسائس تحل، وربنا يبقى بيتفرج على أولاده، هو أنا مت يا أولادي؟
سايبني ليه؟ ما حدش بيتكل عليا، بس تكلموني انا، ده انا بحل مشاكل العالم كله بطرف صباعي، مشكلتك انت الشخصيه ما تتحلش، اتكل عليا وشوف. اتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. يتوكلون على الرب قدوس اسرائيل بالحق، ترجع البقيه، بقيه يعقوب الى الله القدير. يبقى الخبر الحلو بعد طوال التاديب ده كله، في بقيه ترجع، في ناس هترجع وهتفوق وهتشوف الصوره الحلوه، ان ربنا كان معاه حق في تاديبه، وانه بتوع الدنيا دول ما يستاهلوش حد يمشي وراهم. لانه وان كان شعبك، الايه دي ذكرها بولس في العهد الجديد لانها مهمه، ان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر، لان في الوقت ده كان اليهود بيتباهوا ان تحققت نبوءات الله في زمن ابراهيم ان ولادك يبقوا زي رمل البحر وزي نجوم السماء. انما الحقيقه هم كتروا في العدد بس لم كتروش في الايمان، فاليهود مع كثرتهم في الزمن ده انما ما كانوش مؤمنين بالله كما يجب. فالنبوة الجديدة بتقول ايه؟ ان كان شعبك يا اسرائيل كرمل البحر ترجع بقية منه. شوية صغيرين اللي منه هيتعدل، زي اللي حصل وقت ربنا يسوع. كام واحد يعني امنوا بالمسيح بعد كل اللي عملوا مع اليهود؟ تعتبر قلة ضمن مئات الالاف اللي تمتعوا بمعجزاته ووعظاته وتعليمه. لكن بعد كده ايه؟ الرسالة خرجت للامم وبقت الامم سابقة لليهود في الايمان. إن كان شعبك إسرائيل كرمل البحر لكن ترجع بقية منه، قد قضي بفناء فائض بالعدل. يعني ربنا عادل وقضى بفناء كل من لا يؤمن به. ربنا عادل وقال كده من الأول، قال كل الناس في الآخر زي بعض، والطريق الوحيد للخلاص هو الإيمان بالمسيح. وربنا بيقول من يؤمن بي يكون له الحياة الأبدية، من لا يؤمن بالابن يمكس عليه غضب الله. طب لو كان يهودي برضه يمكس عليه غضب الله، لو أممي برضه هي هي، لأن ربنا عادل وقوانينه واحدة. لأن السيد رب الجنود يصنع فناء وقضاء في كل الأرض. يعني ربنا هيفني شعب أشور زي ما أشور اتشطروا على اليهود وزلوهم وفانوا جزء منهم، فيرجع الله ويفني الشعب الذي سمي قضيب غضبه. يعني ربنا استخدمه كأداة لتأديب شعبه. لكن هكذا يقول السيد الرب، مع أخبار إن في بقية هترجع وإن في مؤمنين هيتوبوا، هكذا يقول السيد رب الجنود لا تخاف من أشور. يبقى بما إن الأخبار اللي جاية إن أشور ده هيقع، ما تخافوش بقى، اتكلوا على ربنا من دلوقتي، إن ما فيش قوة على الأرض تقدر تحرك عيال ربنا، شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذني، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر، أريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، من هذا خافوا. فبيقول هكذا يقول السيد رب الجنود. تلاحظوا إن في تعبيرات مكررة لصفات الله، السيد، السيد يعني صاحب السلطة المطلقة، السيد، سيد كل الأسياد فوق الكل، رب الجنود يعني معاه جيش من الملائكة يفوق أي جيش وأي استعدادات على الأرض بما لا يقاس. فلما تلاقي بلاد تفتخر بإمكانيتها ولا بإنجازاتها واقتصادها وسياستها، اعرف ده كله ده شغل عيال يعني. إنما إلهنا هو السيد رب الجنود، مرة تانية يسميه قدوس إسرائيل، يعني لا يقبل إلا أن يقدس شعبه، وأن كل أولاده يعيشوا قديسين كما هو قدوس. لا تخف من أشور يا شعبي الساكن في صهيون. طبعا أشور بالنسبة لنا هو كل من يقاوم تعليم المسيح، أو كل من هو ضد المسيح، أو كل من هو يعني يمثل تخويف لينا. ما تخافوش، لا تخف يا شعبي من أشور، يا شعبي الساكن في صهيون، يعني اللي قاعدين في بيت ربنا واللي ماسكين في ربنا، تخافوا ليه؟ الذي معنا أقوى من الذين معهم، يضربك بالقضيب ويرفع عصاه عليك، على أسلوب مصر. يعني إيه؟ فاكرين حكاية مصر؟ هنا دلوقتي بيرجعنا لحكاية مصر. إيه حكاية أسلوب مصر؟ يا مصر ليها أسلوب؟ دي مصر دي أصلها قصة في
يعني عمل الله مع شعبه. كلنا عارفين سفر الخروج ده اللي بيسموه أسلوب مصر. يعني إيه أسلوب مصر؟ يعني كيف أدب الله شعبه ثم انتقم لشعبه. شعب الله تأدب في مصر سنوات طويلة وتزل، لأنه كانوا ابتدوا إيه؟ يحبوا الدنيا وينسوا ربنا. وبعدين ربنا كان له أسلوبه في خروج شعبه، في خلاص شعبه، فجاب راجل عجوز غلبان راعي أغنام صار مخلصا لهذا الشعب، وبعصاية تعبانة قدام الناس تخلص من كل الفراعنة والجيش والكبرياء وده كله. فسمها أسلوب مصر. يعني إيه؟ هو أنتوا نسيتوا اللي عملته معاكم يا شعبي زمان؟ طب ما أنا هو هو. كانوا الفراعنة يتكبرون ويفتخرون وحاسين هم ربنا، ومين يطلع إله إسرائيل ده؟ وكان كلام زي كده. وفي الآخر إله موسى طبعا هو اللي كسب، والبحر اتشق وعبروا وجماعة الفراعنة غير أساعته. يضربك بالقضيب، يعني ربنا لما يمد حصايته، عصايته تشق بحار وتهز جبال. ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر، يعني بس ربنا يرفع عصايته كده تلاقي الدنيا كلها اشتغلت لحساب ولاد ربنا. لأنه بعد قليل جدا يتم السخط أو السخط، يعني إيه؟ بيديهم أمل أنه أشور دي خلاص شوية صغيرة وهيروحوا خالص. يا جزء الأخبار تنفعنا برضو اليومين دول. بعد قليل جدا يتم السخط وغضبي في إبادتهم. إن أحيانا إحنا نشعر إن إحنا قلة مستهدفة وسط شعوب منطقة ضخمة، يجوز إحنا يبدو علينا الضعف، إنما إلهنا إله قوي، رب الجنود اسمه، ومعاه عصايته ويقدر يعمل حاجات محدش يتوقعها. يتم السخط وغضبي في إبادته، ويقيم عليه رب الجنود صوتا كضربة مديان. يعني إيه ده؟ بيتكلم عن أشور وعن شعب. فأول منظر قديم بيقول لهم ارجعوا وافتكروا منظر موسى وعبور البحر وخلاص شعبه بيد قوية بزراع رفيع. منظر تاني سموه يوم مديان. يبقى في حاجة اسمها أسلوب مصر وفي حاجة اسمها ضربة مديان. إيه ضربة مديان؟ برضو ضربة مديان دي حاجة لما الواحد يفتكرها لازم يبتسم كده ويشعر برجاء. ليه؟ دي بتاعت جدعون. المديانيين دول كانوا زيادة عن 100,000 مثلا، مالوا الأرض زي النمل، وكانوا ضد شعب الله وشعب الله على قده. وبعدين ربنا قال له معاك كم؟ قال له معايا 30,000. قال له لا لا لا، اللي خايف يروح، روحوا 20. قال له فاضل كم؟ في 10,000. قال له لا كتير، نزلهم نصفيهم. فضلوا 300، قال له هنغلب بال300. فسميت ضربة مديان. ليه؟ 300 قصاد 100,000، في حاجة اسمها كده في حرب. قال له ولا 300 هيحاربوا حتى، بس احنا هنخليهم منظر كده. وحطهم على الجبل من فوق وقال لهم تمسكوا البوق وتمسكوا الجرة وجواها المصباح، ولما تلاقوا ايه سيف للرب واللي جدعون تخبطوا الجرة في الجبل تتكسر تعمل صوت كده زي الأنابل، وبعدين المصباح يطلع فوق الجبل فيبقى الدنيا نورت، وبعدين تزمروا بالبوق وسيبوا الباقي علي. فكلها حاجات بسيطة لما عملوها الشعوب تحت ايه بدأت تخبط في بعض، اللي هي كلها عبارة عن النور، نور السهر الروحي والاستنارة بكلمة ربنا، والبوق بوق كلمة الله، وكسر الجرة يعني تيجي على جسدك شوية تكسره في الصخرة، يعني تقدمه ذبيحة للمسيح. كل المعاني دي تحولت الحرب الغير متكافئة إلى نصرة معجزية، ضربة مديان. فكأن الشعب بيسمع أشعياء وهو بيقول له إحنا مش ممكن أشور دول يتغلبوا، ما فيش نسبة وتناسب خالص. فيقول له أنت نسيت أسلوب مصر، أنت نسيت ضربة مديان. إحنا كمان لازم ما ننساش إنه ما كتب كتب لنا، والقصص دي حقيقية طبعا حقيقية، وربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، واللي معانا هو اللي كان معاهم. وكما كنت مع تلاميذك يا رب هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا. عند صخرة غراب من ملوك المديانين كان واحد اسمه غراب. فغراب ده كان ملك لا يقهر، وبعدين مسكوا اليهود الفلاحين البسطة وهم اللي تخلصوا منه، فسميت الصخرة صخرة غراب. عشان ايه؟ ما كانش حد مصدق انه غراب ده، غراب ده بني ادم بس اسمه غراب الملك.
إنه ده ممكن يموت أبدا من كتر ما افترع الناس. فالصخرة نفسها تفكركم إنه عندكم دليل لسه اسمه صخرة غراب بيقول الذي لا يقهر قهر بيد البسطاء. وعصاه على البحر ويرفعها على أسلوب مصر. يعيدها تاني، يعني إيه هيستخدم ده مع ده؟ يعني ربنا له طرق كتيرة قوي، ممكن يجمع الطرق مع بعض، ممكن تبقى العصاية وممكن ضربة مديان وممكن صخرة غراب، ويبقى في خبرات روحية متعددة. بس الحقيقة ثابتة. إيه الحقيقة الثابتة؟ إن إلهنا إله الضعفاء لكنه إله المؤمنين. اللي عنده إيمان خلاص بيغلب، اللي حاطط اتكاله على ربنا لازم يرفع راسه في الآخر، وإنه مهما الدنيا هاجت وماجت في الآخر ربنا بينصر أولاده لأنه السيد رب الجنود. ويكون في ذلك اليوم أن حمله يزول عن كتفك ونيره عن عنقك. بيكلم الشعب كله كأنه شخص يقول له إيه، الحمل اللي على كتفك والنير اللي على رقبتك يتشال. طبعا ملك أشور يمثل الشيطان نفسه، لأن الشيطان هو اللي يحب يذل شعب الله، وهو اللي يحب يحسسهم ان هم ضعفاء وكأن ربنا نسيهم. فالإشارة كمان انه يأتي المسيح ليكسر نير الشيطان، يفك ربطه، يحرر شعبه، فيرفعوا رأسهم بدون النير. عشان كده يقول نيري انا هين وحملي خفيف، تعالوا ادينوا الأحمال بتوعكم وانا اديكم ايه الحمل البسيط بتاعي. يكون في ذلك اليوم، إشارة بقى الى العهد الجديد، أن حمله يزول عن كتفك، حمل الخطية كله يتشال، الهم كله يتشال. ليه؟ لأنك خلاص رميته كله على ربنا. ونير عن عنقك، النير يعني هتدفع ثمن خطاياك دي ازاي؟ ده انت لو قعدت مليون سنة ما تدفعش. كل ده يتشال من على عنقك لأنه أتى المخلص الذي يكسر النير ويرفع الحمل. ويتلف النير بسبب السماء السمانة. يعني ايه؟ ساعات يلاقوا ايه النير ده أصله في لغة البهايم شوي، يعني لما يحطوا عصاية كده على يعني بهمتين كده يجروا حاجة، فمن كتر ما هي بقت سمينة قوي، النير الخشبة مش راكبة على الرقبة يعني، فمن كتر ما الشعب سمين جدا النير مش نافع يركب عليه، وكأنه يعني محدش يقدر عليك يا شعبي من كتر الخير اللي هيحصل لك، وهتفضل انت اللي رافع راسك دايما. قد جاء إلى عياس، عمال يتكلم تاني بتاع أشور، عمال يزحف على الأراضي، وأشعياء بيقول لهم ولا تخاف، اتكلوا بس على ربنا وبصوا شوفوا ربنا هيعمل إيه. لكن بتيجي الأخبار المفزعة إنه بيتحرك بجيشه من بلد لبلد ومفيش حد بيقف قصاده، وده بيحصل معانا كلنا. في لحظة كده وأنت بتصلي تقول خلاص ربنا هيستر ومش هيسيبني، تيجي بعد ساعة تقول يا نهاري ده الأخبار وحشة قوي. طب أنت إيه اللي ودى ودنك للأخبار تاني؟ ما أنت لما بتنزل بنظرك للدنيا تترعب، ترفع بنظرك للسماء تبتسم ويرجع لك رجاءك. فهنا بيعبر عن حال الشعب اللي لسه رجاءه ضعيف، إيمانه ضعيف. يقول جاء إلى عياس عبر بمجرون، وضع في مخماش أمتعته، عبروا المعبر. الأخبار جاية إيه؟ إنه بتوع أشور جايين جايين جايين، والرعب بيزيد. باتوا في جبع، ارتعدت الرامة، هربت جبعة شاول. كل دي بلاد حواليهم صغيرة في الطريق لأورشليم. اصهلي بصوتك يا بنت جليم، اسمعي يا ليشة، مسكينة هي عناسوس، هربت مدمينة، احتمى سكان جبييم. كل دي بلاد عمالة تخرب على يد الأشوريين، وكأن الشيطان ايه بيستعرض عضلاته، يعني عاوز يقول مين فيكم هيوقف بعد ده كله؟ ما كل البلاد دي عمالة تخرب. تقول له برضو إلا إحنا بقى إيه؟ يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، وأنت لا يقترب إليك الشر. ليه؟ عشان أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. أيوة أنا أضعف من كل دول، لكن أنا مش لوحدي، أنا ربنا معايا، وبدل ربنا معايا بقى أنا أقوى من أي شيطان ومن أي قوة في الدنيا. اليوم يقف في نوب يهز يده على جبل بنت صهيون أكمت أورشليم. بس يهز يده يعني يهدد كده، لكن يهدد على إيه بقى؟ خلاص مش هيقدر يدخل على أورشليم طول ما فيها إيمان ورجاء وصلاة. هو ذا السيد رب الجنود يقضب الأخصان برعب.
يعني لما ربنا ينزل بقى بإيده تلاقيه قطع كل ده كأنه بيقلم الشجر كده، فتلاقيه قصقص جناح كل اللي إيه المتكبرين والمفتخرين والمتعظمين والحكماء، يقضب الأغصان برعب، والمرتفع القامة يقطعون، والمتشامخون ينخفضون، ويقطع غاب الوعر بالحديد، ويسقط لبنان بقدير. يعني إيه كل دي؟ بلاد أشور بتفتخر بيها، مصادر قوة، كل ده ربنا بيهده ويوقعه طالما دخل المعركة. يبقى إصحاح 10 في أخبار وعيد وإنذار لأشور ولشعب الله، وفي رجاء للبقية اللي بتعود وترجو الله وتتكل عليه وتمسك فيه، إنه في الآخر دول اللي هينجوا. صح، 11 بقى يعلى بينا تاني ويرجعنا على المسيح تاني. يبقى إشعياء بيعمل معانا إيه؟ كأنه بيبص على الأرض يشوف حال الشعب، وبعد كده الروح القدس يسوق ويقول له خليك في المفيد، خليك في المهم، خليك في المستقبل، المستقبل القريب. طبعا فات عليها زي 800 سنة، لكن أهم خبر خليك في الخبر المهم اللي قاله أنه يولد لنا ولد، وقالها قبل كده هل عذراء تحبل وتلد، يرجع يقولها بطريقة ثالثة دلوقتي. يخرج قضيب من جذع يسة، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه، ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه، والأمانة منطقة حقويه. كل ده وصف للمسيح الآتي. إذا النبوة صريحة تضاف إلى نبوات أشعياء عن مجيء المسيح. مرة ركز على أمنا العذراء اللي هيجي منها المسيح والاسم الحلو عمانوئيل. مرة ركز إنه ابن الإنسان يولد لنا ولد ويدعى اسمه إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام وكل الألقاب الجميلة دي. المرة دي بيركز على انتماءه لداود، فيقول ينبت قضيب من جذع يسة. ما هو داود كانوا يسموه ابن يسة، فيقول طالع قضيب. هو قضيب هنا يعني غصن طالع من الأرض كأنه بيشوف نبتة. كانوا دايما اليهود يشبهوا العيال والأحفاد بالأغصان، ده تشبيه مشهور قوي في مجتمعاتهم وفي العهد القديم. إنما طالع غصن كده مفيش زيه، قضيب من جذع يسة ينبت غصن من أصوله. نفس التعبير هيجي في أشعياء 53 الإصحاح المشهور قوي، يتكلم إيه إن نبتة كده ملهاش يعني تفسير، طلع إزاي كده؟ عشان عاوز يقول طلعت إزاي النبتة دي، لأنه له أم لكن ملوش أب، فهمنها أمه بنت داود فعلا، لكن أبوه مين طيب؟ لأنه هو ابن الله وهو ابن الإنسان بحكم أنه تولد من العذراء. فينبت غصن كده طالع كده مش عارفين له طالع إزاي، ينبت غصن من أصولي، ويحل عليه روح الرب. طبعا المنظر ده بيشاور على يوم الغطاس. صحيح المسيح كإله حقيقي روحه فيه، روح الله فيه، ولكن الروح القدس يحل عليه لكي يعلن أنه المسيح. الروح القدس يحل عليه كمسيح، ما هو المسيح يعني ممسوح، فلكي يعلن أنه المسيا فالروح القدس يحل من السماء على شكل حمامة، والصوت الإلهي صوت الأب يطلع يقول إيه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، فإعلان إلهي إعلان من السماء. فيحل عليه روح الرب برضه عشان ما حدش يتشكك ويقول يعني هو روح ربنا ما كانش فيه، لا مش القصد كده، بحكم إنسانيته لازم يعلن أنه المسيح. فعشان كده واحد من الآباء الأوائل زي القديس كيرلس الكبير قال حلول الروح على المسيح يوم الغطاس كان حلول علينا نحن فيه. احنا ما كانش بيحل فينا روح الله، بس هو خد جسدنا بقى واحد مننا، بقى ممثل عن طبيعتنا، كأننا كلنا جواه دلوقتي. فلما الروح القدس يسكن فيه يحل عليه يثبت فيه يستقر
يبقى كده هيستقر فينا كلنا. وعشان كده أكبر امتياز للعهد الجديد إيه؟ إن كلنا كمؤمنين خدنا الروح القدس بعد المعمودية بالميرون، كلنا خدناه. في العهد القديم ما عندهمش الامتياز ده، هم مؤمنين بالله لكن إيه؟ المسيح ما تجسدش لسه، فهم ما لهمش نصيب في الروح القدس إلا المسحاء بس، الكهنة والأنبياء والملوك. يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم. برضو لما ترجعوا إصحاحين، في إصحاح 9 يقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا، مشيرا يعني كل الحكمة فيه، وأقنوم الحكمة أو اللوجوس الابن الكلمة يقصد به أن حكمة الله هي ربنا يسوع له المجد، فهو أقنوم الحكمة. لما تقرأ سفر الأمثال وسليمان بالروح القدس بيتكلم عن الحكمة، تلاقيه مش بيتكلم عنها كصفة، بيتكلم عنها كشخص، يقول لك الحكمة بنت بيتها، الحكمة بتدعي الناس، الحكمة عملت وسوت. حكمة إيه؟ إذا كانت صفة ما ينفعش عليها الكلام ده، دي ذبحت ذبحها. هي الحكمة لو صفة هتبقى بتذبح ذبيحة؟ لا. يبقى الموضوع هنا بيتكلم عن أقنوم الحكمة، ربنا يسوع له المجد هو حكمة الله. روح المشورة والقوة، كل القوة فيه. روح المعرفة ومخافة الرب. من الناحية الناسوتية الإنسانية المسيح فيه كل الصفات الحلوة اللي عاوزنا نبقى واخدينها منه، فهو ابن للإنسان شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة. احنا مطالبين دلوقتي ان احنا نشبهه في كل شيء، نتشبه به، يبقى فينا خوف الرب، يبقى فينا روح الحكمة والفهم، بس ايه؟ على قدنا. من ملئه نحن جميعا أخذنا، هو في كل الملء، احنا ما فيناش كل الملء، احنا نغرف ناخد ونكبر فيه حتة بحتة كده، لكن يظل هو الكامل وحده. احنا بقى نسعى في طريق الكمال ونقرب من جماله وبهائه وكماله، لكن ايه؟ محدش فينا يقدر يقول انه بقى قد المسيح بالظبط. ولذته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه. يعني ايه الآية دي؟ يعني معرفته ليست معرفة إنسانية فقط، ما هو الإنسان بيحكم إزاي؟ بيحكم على قد ما بيشوف وعلى قد ما بيسمع، إنما المسيح لا يحكم فقط بنظره وبأذنيه، لأنه فيه كل الحكمة، في كل المعرفة، يعرف خفايا القلوب، يعرف أسرار الناس، يعرف الماضي والمستقبل. فهنا دي إشارة أنه ليس إنسانا فقط، هو إنسان بالحقيقة ولكنه ليس إنسانا فقط، بل هو ابن الله بالحقيقة، هو الله المتجسد. هي بقى رسالة لنا، لو كنا نتشبه بالمسيح ما تحكمش بعينيك بسرعة، وما تحكمش بودانك بسرعة، لا تكون بتتغش. صلي الأول، استعين بروح الله اللي فيك وقول له يا رب خايف يكون مضحوك علي، خايف تكون عينيا بتخدعني، أنا مش هعرف أحكم زيك، روحك اللي حطيته فيا يوريني الصح من الغلط، يرشدني، يقول لي يمين ولا شمال، يقول لي أحكم إزاي. لأننا إحنا كبشر نحكم بعينينا وأودنا، أنما دلوقتي بنعمة الروح القدس الساكن فينا نأخذ نعمة أكتر، نأخذ الإفراز، فنقدر نعرف نفرز، نميز الصح من الغلط، حتى لو الغلط لابس صح، لما الغلط بيلبس صح يخدع، إنما الذي يمتلئ بروح الله لا يخدع. لا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض. تفكرنا بإيه الحتة دي؟ أول عظة وعظها ربنا يسوع على الأرض في لوقا 4، بعد ما نزل من الجبل بعد الصوم وبدأ خدمته، وكانت في الجليل ناحية القرى اللي بدأ فيه، ادوله يوم السبت يقرأ في أشعية، ففتح الجزء لسه هنوصل له بعده برضو شهور كده، روح الرب علي لأنه إيه؟ مسحني لأبشر للمساكين. اختار الجزء ده يبدأ بيه أول عظة، وأول ما قرأ الجزء ده قفل وقال النهاردة بيحصل الكلام ده، الكلام ده اتحقق، فشاور على نفسه على طول أنه روح الرب علي مسحني، أنا هو المسيح المسيح،
جئت من أجل المساكين، لأبشر المساكين، لأنادي بالمقصورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وبسنة الرب المقبولة. يعني إيه؟ خلاص سنة خلاص وسنة حرية للكل. يحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه. برضو تعبير جميل قوي، يعني يضرب الأرض بقضيب فمه. يوحنا الرائي شاف المسيح في الرؤية، أول رؤية شافها المسيح على عرشه، بس شاف حاجة غريبة قوي، شاف زي سيف طالع من فمه في رؤية واحد. ومن هنا حتى بقينا نقول كلمة الله اللي هي إيه؟ سيف الروح. يعني إيه سيف طالع؟ يعني كلمة ربنا زي السيف تضرب الشر في مقتل، بس ممكن مملكة الشر تحتمل كلمة الله. وعشان كده كل ما نفتح الإنجيل ونتعلم ونزداد استنارة بكلمة ربنا، الشر ينهار، مملكة الشر كلها تروح، الدنيا تنور، لأنه يضرب الأرض بقضيب فمه. هو مش بيضربها عشان يفنيها، بينور الدنيا، بينقي الأرض كلها بفمه. بكلمات المسيح تعيد الأمور إلى شكلها الطبيعي. الشيطان أبو كذاب، يطلق أكاذيب بلا عدد في العالم. مين بقى اللي يفند الأكاذيب دي كلها ويطلعها إنها أكاذيب ويرجع الناس تشوف الحقيقة؟ كلمة فمه. فيضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفته. المنافق ده رمز للشيطان. ليه؟ لأن الشيطان ما يجيش أبدا يقول أنا شيطان، يجي يقول أنا ملاك. الشيطان يجي يقول ده أنا اللي بقول لكم الفايدة، ده أنا جاي أنفعكم، ده أنا جاي أفيدكم. فمنافق يبيد بنفخة شفته. إذن المسيح يأتي لينير العالم، والمسيح يأتي من سبط، من أصل يسى، أو كأنه نبتة طلع من عيلة أبو داود، وهو اللي فيه كل روح الحكمة والمعرفة والفهم والمشورة، فينور علينا في العهد الجديد. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. ناخد آية واحدة. لا تخف من أشور يا شعب الساكن في صهيون. قولوا معايا، لا تخف من أشور يا شعب الساكن في صهيون. كمان مرة، لا تخف من أشور يا شعبي الساكن في صهيون.